لو تعزمت وما روحتش عمرك ما هتتعزم تاني. المات جالا حلم بالنسبة لمشاهير كتير انهم يتعزموا عليه ويروح، والست واحدة هي اللي بتتحكم في ده، أنا وينتور. أنا هي الأديتور إن شيف في فوج ومسكة المات جالا من 1995، لدرجة إن الممثلة كيت كانت هتموت وتتعزم على المات جالا في 2012، وطلعت دفتر الشيكات بتاعها وكتبت شيك ب 25,000 دولار مقابل إنها تتعزم. بالفعل أنا خدت الشيك منها في ساعتها وكيت راحت. مش أي حد مشهور بيكون في الليست بتاعت اللي بيتعزموا على المات جالا، المشاهير اللي بيروحوا لازم يكونوا تريندينج، كل الناس بتتكلم عنهم، بس أهم حاجة يبقى ما عندهمش أي خلافات مع أنا وينتور. وإياك إنك تتعزم وما تروحش او تعتذر على اخر لحظة، لان بناء على كلام انا هتتحط في البلاك ليست وعمرك ما تتعزم تاني.